طفل اسمه يوسف من تلميذ يعني من تلامذة مدرسة شطوم الجميل في بورسعيد، زارع قوقعة في ودنه. القوقعة حضراتكم عارفين أو معظم حضراتكم عارف إنها بتبقى غالية جدا، بتصل إلى 150,000 جنيه. الطفل ده أثناء تواجده في الفصل المدرسة شافته وهو لابس جهاز القوقعة. الرواية أو الخبر بيقول كده، بيقول إن المدرسة راحت وأخذت منه القوقعة، كانت فاكرة القوقعة لعبة، يعني فاكرة إنه حاطط حاجة كده لعبة في ودنه، فأخذت القوقعة وجهاز القوقعة ده ضاع. الجهاز اللي ثمنه لا يقل عن 140,000 جنيه. ده الخبر بيقول كده. حد معانا يا جماعة؟ الأستاذة السيدة سهير عبد النبي والدة يوسف، مش كده؟ مدام سهير مساء الخير. اهلا بك مدام سهير. يعني اللي حصل فعلا ان المدرسه اخذت جهاز القوقعه من ودن يوسف؟ هي شالتها، قالت انا فكرتها لعبه شابكه في شعره. ايوه، ورحنا عاد ما لقيناهاش. انا دخلت عليه طب اخذتها ودتها فين؟ طيب هو تو ما يوسف ما قال لي يا ماما المس شالت لي السماعه، انا قلت لها هي فين؟ قالت انا فكرتها لعبه. دورنا في الفصل ما لقيناهاش، ودورنا مع زمايله ما لقيناهاش. طب ما قالتش يعني فكرتها لعبه، اخدتها ودتها فين؟ يعني رميتها في؟ ما هي قالت انا اديتها له وحطها في الشنطه، بس انا كنت لسه ما خرجتش من الفصل جوه. قلت لها طيب ماشي، هي مش موجوده في الشنطه. قالت لي ممكن تكون مع زمايله. دورنا مع زمايله ما لقيناهاش، استنينا لزمايله اللي غايبين برضه ما لقيناهمش. وما لقيتوهاش يعني لغايه دلوقتي؟ قلبنا كل المدرسه برضو ما كانش فيه اثر ليها. هو مركب القوقعه دي من امتى يا مدام سهير؟ بقاله دلوقتي 4 سنين. 4 سنين. اتكلفت قد ايه؟ اتكلفت كام؟ ايه العمليه كلفتنا 140,000. 140,000 جنيه. الجهاز اللي ضاع اتصلنا بالشركه قال لنا ب 85,000. الجهاز ب 85,000 جنيه. طيب يعني اشتكيتوا لمدير المدرسه ولا مديره المدرسه؟ شكينا وشيعنا شكوى الوزاره، واتعمل تحقيق يوم الاثنين اللي فات دلوقتي. قالوا خلاص احنا هنجيبها. خلاص هنجيب ايه؟ هنجيب الجهاز. مين اللي قال؟ الاستاذ محمد هيكل والاستاذ اسامه. قال السماعه هنجيبها ليوسف في خلال يومين او ثلاثه. دول مين دول؟ الاستاذ محمد اللي هو مين؟ اللي هو مين، مدير المدرسه ولا مين؟ لا، الاستاذ اسامه ده جاي من بره، جاي في التحقيق من بره، والاستاذ محمد هيكل ده موجود في المدرسه. طيب ده كويس جدا انه الاستاذ محمود مدير المدرسه ده ما اتكلمتش معاه خالص. طيب كويس جدا انه وعدوا حضرتك انه هيجيبوا جهاز تاني يعني. هم وعدوني اللي هم هيجيبوه. طيب وهو طبعا ما بيسمعش كويس من غير الجهاز ده، مشكله؟ طبعا لا، ما بيسمعش خالص. ما بيسمعش خالص. الحكايه دي حصلت امتى يا مدام سهير؟ من يوم الحد اللي قبل اللي فات. من يوم الحد اللي قبل اللي فات. طيب برضو انا بشكرك شكرا جزيلا للسيده سهير عبد النبي والده يوسف، وبرضو دي من ضمن الموضوعات اللي احنا هنتابعها عشان نعرف هل هيكون في جهاز جديد ليوسف، جهاز يعني متصل بالقوقعه علشان يعود له السمع ولا لا.